السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم توجه هذا برنامج أرض السواد إلى محافظة بابل، وحلقتنا مخصصة عن قطاع الدواجن. اليوم برنامج أرض السواد من وسط أكثر من 200 ألف دجاجة، نتكلم عن أهمية هذا القطاع وعن الصناعة المهمة جداً بالدواجن اللي للأسف وصلت إلى مرحلة الإهمال الحكومي المستمر اللي ممكن ينهار هذا القطاع بأسرع وقت. راح نلتقي مع أصحاب الدواجن والعاملين بهذا القطاع ونشوف كل مشاكلهم. طبعاً اليوم الأصوات ممكن تكون كبيرة جداً، بس هذا اليوم واقف بجيش من الدواجن، حقيقة رقم كبير جداً، ربي يزيد ويبارك.